يراقص الكرة ويضربها بطموح عال. فقدان هذا الشاب لإحدى يديه لم يمنعه من شق طريقه ليصبح نجماً في لعبة تنس الطاولة. رمزي محمد الشرعبي شاب يمني من ذوي الهمام، يملك طموحا كبيرا ومهارة عالية رغم فقدانه إحدى يديه، إلا أنك تراه يشارك في البطولات ويحقق الإنجازات. لعب رمزي ضد عدد من المحترفين في لعبة تنس الطاولة وتمكن من هزيمتهم وتحقيق المراكز الأولى، إضافة إلى فوزه ببطولة الجمهورية اليمنية مرتين العام 2007 والعام 2014. الاسم رمزي محمد حمود الشرعبي، لاعب المنتخب الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، حصل على بطولة الجمهورية 2007 و2014، حصل على 3 ميداليات برونزية في البطولة الدولية المفتوحة عمان الأردن الزرقاء، حصل على بطولة المدارس لثلاثة أعوام متتالية في محافظة تعز، حاصل على بطل محافظة تعز للأشخاص ذوي الإعاقة، شاركت في الأولمبيات 11 في القاهرة 2007، لم نشارك إلى يومنا هذا منذ العام 2014 نظرا لعدم وجود الدعم من اللجنة البارالمبية أو من أي جهة، لم نشارك إلى يومنا هذا. هذا هو.